حلقة النهاردة يا جماعة عاوزين نقف فيها مع كلمة واحدة بس في الحديث، بس كلمة مش هتعدي بالسهل أبدا على الناس اللي بتحب ربنا سبحانه وتعالى. الحديث اللي كنا حافظينه في أيام العشر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. عاوزين نقف مع هذه الكلمة يا جماعة، كلمة أحب. إن لو ما فيش أي قيمة للعمل في هذه الأيام إلا إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب العمل في هذه الأيام، فإحنا نجتهد في كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام لأن الله يحبها. فاللي احنا عاوزين نقولها يا جماعة إن رسالة إلى المحبين بقى، إلى محبين الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الاجتهاد في أيام العشر. قبل ما نتكلم في أي أجور مضاعفة وأي أعمال كبيرة، عاوزين نقول سبب مهم جدا ليه نجتهد في أيام العشر: عشان ربنا بيحبها.